مع احترامنا طبعا لكل الناس دي، بس احنا عايزين حد. هتختار حد واحد؟ ممكن كابتن حسام البدري، عشان هو اول واحد لعبت معاه دوري ممتاز طبعا. ممكن يكون كابتن حسام البدري. ومن وجهة نظرك افضل لعيب لعبت معاه في اي مركز؟ في اي مركز افضل لعيب اكيد طبعا بركات وابو تريكة الاثنين، يعني افضل، وعماد متعب طبعا برضه. يعني الثلاثه دول يعني احسن ثلاث لعيبه طبعا لعبت معاهم. هدي لك فرصه تفكر، اسوأ لحظه في حياتك واحسن لحظه في حياتك. اسوأ لحظه لما ساعتها صرحت قبل الاولمبياد على طول عن الكابتن علاء، دي اصعب لحظه، ان انا اتحرمت من الاولمبياد بسبب زي ما انا بقول لك كان الواحد لسه صغير وما عندوش من الخبرات. اسعد لحظه في حياتي اول ما لعبت مع الفريق الاول طبعا، لما طلعت الفريق الاول النادي الاهلي. اسعد لحظه في حياتي طبعا كان حلم، كان حلم ان انت توصلي ليه، وخصوصا بقى في ظل النجوم اللي كانت موجوده دي. يعني الفرحه فرحتين بمعنى اصح، يعني ان انت حققتي حلمك ومع احسن جيل جه في تاريخ مصر. بالظبط. دلوقتي هقول لك شويه اسامي لعيبه ومدربين وتقول لي كلمه تحب تقولها للشخص او موقف جمعكم. تمام. كابتن عماد النحاس. كابتن عماد طبعا انا بحترمه ومدرب كبير وكل حاجه، بس ظلم الواحد في نادي المقاولين خصوصا الدور الثاني يعني. رامي صبري. رامي صبري اخويا الكبير يعني، من الناس القريبه ليا وعلى طول بنتقابل وكده، فلا هو شخصيه كمان جميله يعني. من الناس مهدي الجميله. سليمان. المهدي اكتر من اخويا يعني. مهدي عشره كتير واكتر من اخويا يعني. عمر بسام. عمر اخويا الصغير، هو من الناس القريبه مني جدا وعلى طول بتواصل معاه وحبيبي جدا يعني. عمر. عمرو السولية. عمرو السولية يمكن احنا مش اصحاب قوي، بس طبعا عمرو جه يعني في اوقات كتير لعبنا مع بعض في منتخب الشباب. لكن عمرو علاقتي بيه لا يعني مش اصحاب قوي، بس طبعا من الناس المحترمه وهو ما شاء الله مقدم اداء هايل يعني الفتره اللي فاتت. كابتن ايهاب جلال. زي ما بقول لك كابتن ايهاب جلال، انا ندمان ان انا بصراحه والله ان انا مشيت من المصري في الوقت اللي هو كان موجود فيه وما لحقتوش. لا لحقته بس انا كان عندي ظروف اسريه اضطرتني ان انا ارجع القاهره على انبي. لكن انا بقول لك انا يعني انا اللي طلبت بصراحه، يعني انا طلبت ان انا ارجع عشان كان عندي ظروف اسريه، لكن بقول لك كان نفسي افضل معاه اطول فتره، لان هو ده المدرب اللي كشكري وكامكانياته اكتر مدرب انا يعني امشي مع فكره وطريقه لعبه. كابتن ايهاب جلال. كابتن حسام البدري. كابتن حسام البدري انا بعتبره زي والدي بالظبط، يمكن وقف جنبي كتير وكان بيلعبني وسط معنى اصح على طاوله في النادي الاهلي طبعا. يمكن لو اي مدرب تاني مش هيجي له الجراءه ان هو يلعب لعيب صغير مكان لعيب كبير. يمكن لا انا بعتبره زي والدي بالظبط يعني. مستر مانويل جوزي. مستر مانويل حظي الوحش ان انا لحقته متاخر. مستر مانويل الفتره اللي هو مسك فيها الحمد لله، أو اول ما جه بس حصل معايا موقف ظريف كده معاه. انا كنت لعبت مع كابتن حسام البدري خلاص بقى ومعروف، فبالنسبه لمستر مانويل لسه صغير، فاول ما جه اللي هو كنت بتدلع شويه في التمرين كده، عارفه انت بقى لسه الدماغ صغيره شويه، فراح منزل لي الناشئين تاني بسرعه، عارف اللي انت هو عارف ان انا لعيب كويس، بس راح منزل لي الناشئين اسبوع بالظبط، نزلني في افتكرت خلاص بقى لو مش هيطلعني تاني اسبوع، راح مرجعني تاني. رجعت مش عايز اقول لك ان هو لعبت معاه وبس الظروف ما خدمنيش ساعتها ان انا اتصبت يعني. فده اللي اثر عليا، لكن هو كان بيتكلم مع ابو تريكه وكده، وكان كنت انا وامير سعيود احنا الاثنين يعتبروا الصغيرين اللي موجودين. فقال له دول الاثنين دول هم اللي هيكملوا مسيرتك انت وهيبقوا خليفتك في الملاعب لابو تريكه، فعشان كده بقول لك فهو ساعتها مشي وما كملش. فكان نفسي ان هو كان هيكمل، كان اللي هو الجيل اللي عمل بركات وابو تريكه ومتعب كان هيعمل جيل تاني، لان الراجل ده عبقري عبقري بمعنى اصح يعني.